يا هلا ويومية هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ والله بخير. شخبار مو انت لا شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. طبعا اليوم بديت المقطع ويا ابو جاسم محمد. شلون جو اليوم؟ ما شاء الله كلش حلو. باكر هناك الشمس غابت تقريبا. ها طلع كيف محلال. هاي من هنا هم الجهة. شلون الجو اليوم؟ والله الجو حلو. انت شو اخبارك ابو جاسم؟ والله انا بخير. حلو اليوم. اليوم واحد يطلع يمشي يتحرك. اي والله, والله ما الرياضه غير الجو. ولو احنا وين رياضه ذاك يوم بس صار بيني بطلنا قعد والله ثاني يوم انا جاي صرت توجعني والله. اي صح من هنا قامت توجعني متلي. راح اشوفك سياره اها انت تحبها وتنجن عليها. الله تعال شوف. هاي اللي سبقت يوسف. لك هاي السيارة فيها سرعة خرافية. 4 سلندر بس فيها الحيل. فيها 4 سلندر بس فيها كل الحيل. يعني ما شاء الله فيها سرعة حيل حيل قوية. يعني هي 4 سلندر همية. عمي والله جمالية. والله جمالية والله طلع. معدل. هذا طلع جي تي اي كمان يعني مش العادية. ايه يعني معدل السيارة تعديل. هاي صغيرونة بس بيها كل البلي. فيها تيربو هاي اللي ما يعرف. هاي السيارة لو عندك اس ار تي لو اي سيارة براسك لا تتسابق وياها. اوعى تتحادق معها. هاي بالشلعة بعد هاي. خفيفة خفيفة. ايه يب هاي ار تي. هاي حلوة هاي. 8 سلندر. اليوم الثاني بعد ما صورنا البارحة انا ومحمد. واليوم همين ويا محمد. يا الله جينا انا ومحمد هنا. غزالة فلتت هناك هيك راحت. هي مغرب. هي لقيتها. شنو هي؟ غزالة. انت محمد مرة تقول لنا ذيب مرة غزالة. غزالة هيا هيا يا معود. خلينا نقربها بالله. قرب زوم. هيا هناك عند الصدر. هاي شفتها. اي والله فلتت فلتت. غزالة يا غزالة. بهذا المكان نفسه اللي سمعنا صوت الذيب مو صح؟ نفسه. لا لا والله الشقة الثانية. لا لا هناك لي قدام شوية. لا قدام يا يمكن. اي ورا ذيك العلامة. بس شلون كان بوقته؟ كان الدنيا ظلمة. شنو هاي الأصوات؟ حشرات. هذا تعرف الصرصور هذا اللي, ايه اللي يطفر. طبعا كنا انا ومحمد حتى ما خلوني احكي. كنا انا ومحمد جاي نمشي بهذه المناطق الظلمه وكان نشوف هذا واكتشفنا هذا المكان. Nice, bro. Nice.
الصواريخ تني تذكر ثالث. او ماي جاد راح يدوس. لك ذاني قامت توجع. يا ربي يا والله ما اقدر احكي والله بيهن صوت خرافي ذاني ما ادري احس راح اطق. امشي راس دوج سيارات حلوه يا زلمه مش هذول. لك احس ذاني راح اطق. انا ذاني مطرشط. لك شنو هذا الصوت مالتهن؟ طبعا والله بهن صوت جنوني. الجولة الثانية راح تبدي. هاي يحموها يحموها بس يحموها اول شيء. لازم اذا طبوا هنا لازم تحمي التارات اول شيء. اليوم الثالث اعتقد. فاليوم طالع لوحدي ماكو احد وياه. بس شنو هاي السياره الغريبه اللي صاعد بيها هاني؟ دوج تشارجر. طبعا هسه اسولفكم شنو هاي السالفه مالته، بس خلي نروح ننزل هنا لان جينا بهذا المكان الحلو. يا الله نسيت اجيب المناظر مالتي. طبعا هاي الدوج تشارجر اللي جيت بيها، هاي اعطونا اياها الشركه مال الانشورنس او التامين لان السياره مالتنا انضربت مالت امي، فخلوها يمنا بين ما راح يعطونا السيارة او يصلحوها. طبعا درجة الحرارة هنا حيل حيل عالية، بس مو مثل حرارة العراق. عمي الله يساعدكم بالعراق، شو متحمل هاي الحرارة انه كهرباء ماكو. هاي السيارة مالتنا بعد صار بيها فلشت، واحد جاي مننا بالليل فلش هاي السيارة مال جيراننا، فلش سيارتنا همين. السيارة مال جيراننا تفلشت مننا من قدام لحد التعاميل ورا، بس سيارتنا ذبت دهن. هاي السيارة طبعا مالت امي كانت تسوق بيها، هسه من نشغلها قام تطقطق مناك من جوا لان الاكسل مالتها خرب انكسر. شوف منها طلع المصارين مالتها كامل لغن طعج. هذاك التار مناك مين انحك اعتقد، اي هذا التار همين محكوك بعد صاير بيه. كانت هناك هي متقدمة مرجعها شخطها شخط لحد هنا. شوفي درجة الحرارة يمنا ايش قد هسه حاليا 33، ساعة هسه بالستة. شوفوا هسه بالعراق 36، الساعة بالوحدة بالليل ودرجة الحرارة 36، يعني شوفوا الفرق شلون كبير. يعني احنا هسه حاليا الظهر، لان الساعة هسه بالستة تعتبر الظهر، لان احنا يمنا بالتسعة ونص هيجي الظلم، فباعتبارها هسه حاليا الظهر ودرجة الحرارة يمنا 33، وبالعراق الساعة بالوحدة بالليل 36. لعد الظهر قد توصل كله اربعينات خمسينات بالعراق، وهاي احنا هنا يمنا بالايام الجاية ثلاثينات 32 اكثر شيء. ايش قد بالله 32 33 اكثر شيء هاي هنا توصل يمنا، ويمكن بعد ازيد 35، بس مستحيل توصل 50. رجعت للبيت ارتاحت شويه تقريبا هيك ساعه، فهسه خل نروح نكمل الطلعه مالتنا. منو اجا وياي؟ هلا مبارك، شو اخبارك؟ خلينا نتعلم عليه ناسي والله ناسي. يلا والله شكلك اطلع. شنو؟ يقول شكلك راح تفوتنا بالقزع.
يلا اصعد راسا اصعد عليه محمد. يلا قول يا الله. لازم بسرعة تصعد عليه. اي 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 وازن روحك عافية. يلا امشي على كيفك بس مو تقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. مش خلينا نطلع منها خلينا نتعلم اول شيء منك. ارجع ارجع بك. حلو. والله ماشي والله ماشي. يا اخي ليش تخاف؟ روح دوس. اللي يمشى قد السنة 4 سنين. 4 سنوات شو الدعوة؟ ذاك اليوم كنا نطلع به هنا وياك. يمكن سنتين. آخر فلوق صورناه قبل سنة تقريبا. روح شوف الفلوق تبعك. سنة سنة. على طول والله ما يصعد. شوف هذاك ماشي سريع. أي وازن بيده. يلا امشي. هاك شوف. رأسا بسرعة بسرعة. غلط غلط. اذا تجع على كيف راح يحشرن التايرات. شوف بعد ما يطلع. شوف شوف بالقوه. روح بسرعه يلا. مو هيك على كيف. باع باع شوي دوس. قدم جسمك قدم جسمك. ايش بسرعه. شوف بسرعه. لا غلط. ايش ايدك. يلا على كيفك. خفف خفف. ايه لا بالله قلت لك. والله قلت لك هي اوريدي مكسوره ترى. لا بس انكسر كله. طقت هاي الحديده من جوا يمكن. امشي. عارف ها يوسف وخر هذا كاميرا. شلونك وخر هذا كاميرا متكبر. ايه هنا نوقف. شلون مكان حلو. شو الدبان هذا. الجو حار والدبان. انا تعرف تقدر لها لو لا. شوف يا زلمه احنا نلعب رياضه سويت قاعدين بالبيت من ورا كورونا. بس خاف تنقلب. يطق ولكن رادي قلبه. انا راح اخلي الكاميرا وراح من هناك نركض من ذاك الجول الحد هذا الجول هنا ونشوف من الاول واحد. يلا رايحاني. يا الله من الفاز. انا فزتكم. وركلي قديش وصلت. ويلي اخ. بس شنو المسافه طلعتكم بيها. رايح اني. ويلي راح نسوي واحد ثاني ما ركض من هناك لحد السياره. راح اخليكم هنا على السياره هسه. يلا يا الله. هناك اللي هنا سويته بعشر ثواني. تنسك من الثاني. هاني. لا صدق من الثاني. والله اسمع حاول يظل يقفز. منا اسمع قفز القفزة. ايه. صرت انا وياه. ايه. متعدل. والله زين انا ايش قد متعديكم. كثير. لا صدق.